صوب آفاق أرحب وغدا واعد وواثق. يدرك الزائرون لهذه المنطقة النموذجية الصينية الإماراتية ما ستحمله قادمات الأيام. التطور الملموس في مدينة خليفة الصناعية يظهر حجم الطاقة الإنتاجية الحاصل وما ستشكله من نافذة للاستثمار في المستقبل. دخل أول مشروع مرحلة الإنتاج في 3 أكتوبر 2022. أسابيع قليلة وقعت بعدها شركات صينية عديدة عقوداً للاستقرار هنا، إما عبر إنشاء مقرات إقليمية أو عن طريق إحداث فروع تجارية. وهناك حوالي 16 أو 15 شركة ابتدوا في مدينة كيزاد. هناك حوالي 12 كيلو تقريباً من الأراضي استثمرتها في مساطحة بين حكومة أبوظبي والشركات الصينية. إلى جانب البنية التحتية المتكاملة تم تشييد 80,000 متر مربع من المباني حتى الآن، واقع يعزز الحضور الصيني في التخزين والتصنيع. حوالي 6 شركات ابتدت تعمل مقرها الإقليمي في مدينة خليفة كيزاد، أو قصدي في ميناء خليفة كيزاد. وهذه المشاريع ساعدت، لأنها راح تساعد الشركات الصينية بأن تخزن أو تنتج وتصنع بعض منتجاتها في مدينة كيزاد. فهذا المشروع الأول اللي ابتدى كنتيجة للحزام الطريق. تسهيلات وإنجازات تعكس أهمية الشراكة بين الصين والإمارات في بناء الحزام والطريق. تصنيع متقدم وطاقة جديدة تتبع الممارسات الدولية ومبادئ التنمية المستدامة، حال يجذب من الشركات من يحلم بتطور عالي السوية ومن يريد التوجه صوب العالمية.